رمسيس الثاني التمثال ده طبعا يعني له قصه كبيره جدا. من 100 رهينه كان موجود بالظبط. وبعدين قول لي بقى السنين بقى حصل ايه رحلته بالسنين. الكشف طبعا على التمثال ده في 100 رهينه اللي هي كانت عاصمه مصر القديمه. ده كان مكانه الاصلي. يعني سنة 1820 تم الكشف عن التمثال ده. طبعا التمثال كان مقصر إلى 6 أجزاء، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمر بنقل التمثال من 100 رهينة عشان يتم عرضه في باب الحديد. وطبعا كان معروف بميدان رمسيس. تحول بعد كده لباب الحديد بعد كده ميدان رمسيس. محطة مصر. تلاقوا في أفلام كتير جدا أشهرها إيه؟ يوم من عمري. يوم من عمري بالظبط. فطبعا التمثال تم ترميمه وتجميعه على يعني بطريقه عبقريه. كان نحات مصري عالمي احمد عثمان طبعا. تم تجميعه وترميمه الى عام 2006. هنا بقى جاء القرار. يعني العبقريه احنا يعني احنا يوميا الحمد لله في مصر بنكتشف اثار عبقريه الفنان احمد عثمان ان هو يعيد التمثال لنفس الصيغه القديمه بالظبط. بالظبط كل النسب التشريحيه. هو راعى طبعا فنان طبعا وفنان عالمي راعى النسب التشريحيه الخاصه بالتمثال في الاجزاء المفقوده وجمع التمثال لحد 2006. وحضرتك طبعا 2006 كان يوم طبعا تاريخي. كان يوم عالمي متابع هذا اليوم. طبعا 2006 تم نقل التمثال الى المتحف المصري الكبير. ظل فتره كبيره بره لحد طبعا في 25 يناير 2018 اول قطعه اثريه تدخل المتحف المصري الكبير واتعرضت في المتحف. تمثال من الجرانيت طبعا ضخم جدا. صعب جدا 83 طن 11.5 متر. طبعا عمل مهول وعمل جبار يعني. فالحمد لله عبقريه بيستقبل العبقريات مستمره من عبقريه المصري القديم للمصري الحديث. موضوع صعب فعلا يعني. بالظبط. شايف الضيوف السياح يعني رغم ان هي قطعه واحده موجوده في البهو بتاع المتحف بس يعني ايه ممكن يكتفوا بيه اللي هو انبهار شديد جدا بالتمثال بتاع رمسيس. هو اسلوب العرض المتحفي هنا في المتحف المصري الكبير مميز جدا. يعني هو برضو اوضح لحضرتك ان المتحف هنا الزياره الان مقتصره في تشغيل تجريبي للمسله الرمسيس الملك والملكه عمود مير المتاح والدرج العظيم اللي هو بينتهي ببانوراما عرض رائعه اللي هي الايه الاهرامات الثلاثه. ده كله مفتوح للزياره بالاضافه ل 10 تماثيل للموجودين هنا للملك سونسيرت. احنا عندنا طبعا بنكمل بقى مع حضرتك الرحله بعد رمسيس عمود الملك مير المتاح اللي هو تم الكشف عنه في المطريه وتم نقله الى القلعه وبعد كده تم نقله الى المتحف المصري الكبير. ومن ضمن الحاجات الجميله هو مش عنصر معماري العمود ده مش عنصر معماري ولكن هو زي ما اشبه بالنصب التذكاري اللي هو خلد فيه الملك ميرم بتاح النصر على الليبيين لما غاروا على الحدود بتاع مصر وطلع بحمله كبيره وادبهم وانتصر عليهم فخلد الانتصار فتم تخليد الانتصار.